طلعت قصة مش أي قصة، وأنا كنت فاكرك أبيض يا ورد يا أم محمد. أم محمد مين يا مرتضى؟ دي كانت مرات الرابعة وأنا جوزها التاني، بس كانت حتة وتكة، كان يتفتلها بلاد في الحلاوة. أخوك حبها ووقع في الآخر وبرضه ما عمرتش معايا. وما عمرتش معاك ليه؟ أقول لك يا سيدي، قضي الطريق طويل وبناخد وندي بشكل ودي. ايه ده؟ وقف وقف يا مرتضى، وقف. ستر يا رب. باشا باشا باشا، انت كويس يا باشا؟ انت تمام؟ اسمع اسمع اسمع، تمام. اللي انت عملته ده من اخر بيتك يا باشا، مش عايزين دم. رمز يوه. الو الو، الاسعاف يعني حسن ما جالكش؟ ما جاليش يا سيدي، جه خد العربيه وجابها لي اخر النهار وما دفعش فلوس. وازاي انت بتقول انت ابوه ما انتش عارف مكانه؟ ولا يكونش ده فيلم انتوا عاملينه مع بعض عشان ما تدفعوش الفلوس؟ ريح بس ايدك ثانية، يلا انت هتلبسي تهمة ولا ايه؟ تهمة ايه؟ حسن كان زمان كويس، بس الظاهر دلوقتي خوخ من كتر قعدته على القهوة معاك وبقى عواطلي. احنا سكنت وكل حاجه في التمام يا كبير، تؤمر بحاجه تانيه يا باشا؟ وزع الفلوس دي على الرجاله. اعتبره حصل يا باشا. العربيه عايزكم تاخدوها في الصحراء وترموها قبل النهار ما يطلع. اوامر يا باشا. باشا، هو في حاجه حصلت كده وعايز سعادتك تسامحنا عليها. حاجتي يا فرج، اخلص. ايوه. طب وبعدين؟ عرفت هو مين؟ لحد دلوقتي مش عارفين عنه اي حاجه. وهتعرف امتى ان شاء الله يا فريد؟ لما تلاقوا جثته؟ يا راجل ما حدش قال ان هو مات. فريد، انت المسؤول عن الورطه اللي وقعتنا فيها دي، وانت برضو المسؤول تطلعني منها، انت فاهم؟ ما تقلقش، اكيد فريد هيتصرف. يتصرف ايه؟ ده هيودينا في داهيه. يودي نفسه في داهيه، وانت مالك ومال الحادثه اصلا؟ ازاي بقى؟ لحد ما رجاله فريد وقع هيعترف بكل حاجه. طب ما يعترف، ما كل التعليمات اللي خدوها كانت من فريد، واي مسؤوليه هتبقى عليه. فريد يعرف حاجات كتير، يعني لو وقع هيوقعني معاه. ولانه يعرف حاجات كتير لازم تفكر ازاي تخلص منه علشان تبقى في امان. ما ينفعش تفضل سايب رقبتك في ايد حد. مارينا. نعم. هي الساعة تطلع لها كام؟ تجي لها 5 الصبح. وايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ ويجي لي نوم ازاي بس؟ رامز لسه ما رجعش. كلمتيه؟ كلمته كتير وتليفونه مقفول. عمره ما عملها، قلبي واكلني عليه. هو مش قايل لك انه هيتاخر؟ قايل لي، بس ما قالش انه هيقفل تليفونه. يبقى التليفون فصل شحن. رامز ابنك راجل وجدع وما يتخافش عليه. نمرة غريبة، تلاقي رامز واخد تليفون من حد عشان يطمن عليه. طب رد رد. طب هات هات هات. الو. ايوه انا امه. مين معايا؟ ايه؟
طب هو حصل له حاجه الله لا يسيئك؟ جراله ايه؟ هو فين دلوقتي؟ ايه يا الهام؟ رايحة فين يا الهام؟ رايحة ادور على علي. تدوري على علي؟ تدوري على علي فين؟ مش عارفة، بس هروح أي مكان ممكن ألاقيه فيه. مش قادرة أستنى يا بابا، مش قادرة أستنى، هموت من القلق. بعد الشر عليك يا بنتي. طب استني دقيقة واحدة أغير هدومي وأجي معاكي. رامز السواق بتاعك هو اللي اتضرب النهارده في الحادثه. رامز؟ وايه اللي ودى رامز هناك وهما بنقول الحاجه المخزن؟ سواق النقل بيقول ان هو رامز اصحاب وبالصدفه ركب معاه العربيه في نفس اليوم. ايوه فعلا، انا كلمته النهارده كذا مره على موبايله كان مقفول. ما تعرفش حالته ايه دلوقتي؟ انا لسه عارف مكان المستشفى اللي موجود فيها من شويه. خلاص، بكره تبعت حد من الشركه يطمن عليه ويشوف اذا كان حالته تحتاج ان هو يروح مستشفى احسن ولا لا. اوكي. صحيح، عملت لي ايه في موضوع حصل؟ عايز تجيب من الاخر؟ اكيد. نخطف كريم اخو حسن فنجبر حسن ان هو يظهر. انت ما عندكش حلول غير دي؟ انت مش ترتاح غير لما نخش السجن؟ ما انا عملت ده قبل كده مع حامد وبدير وما حصلش اي حاجه، وكل القلق اللي في الشركه هيدي خلاص. انا كنت ضد الموضوع ده من الاول، انت اللي اتصرفت من دماغك. الحمد لله العمال طلعوا غلابه والموضوع عدى، لكن حسن لما يعرف ان احنا عملنا كده في اخوه طبعا هيظهر، بس هيروح لالهام يعترف لها بكل حاجه. ما يقدرش، لاننا ماسكينه من رقبته بالورق اللي معانا. بس لما يوصل الموضوع لاخوه هيقلب الترابيزه علينا، حتى لو قدرنا عليه مش هنخلص من توفيق الزفت. والله ده اللي انا فكرت فيه، لو عندك حل تاني قوله. يا شيخ لسه راجع من النيابه حالا، اطلعت على اقوال السواق وتفاصيل الحادثه. واضح يا راجي ان دي سرقه متدبره، والعيال اللي عملوها كانوا قاطرين العربيه من ساعه ما خرجت من المخزن. وانت شايف ايه؟ تفتكر البوليس ممكن يوصل للي عملها؟ ما اعرفش، بس انا عملت احتياطاتي وبلغت شركه التامين باللي حصل على الاقل عشان يبداوا اجراءاتهم. ثانيه واحده يا شيخ. لا يا عمي، خرجت انت. انا جاي حالا، جاي جاي. ايه ايه في ايه؟ الهام حصل لها حاجه؟ عمي بيقول انها نزلت وما قالتش رايحه فين، بيتصل بيها على التليفون ما بتردش. طب اجي معاك؟ لا مفيش داعي. طب لو احتجت اي حاجه كلمني. اكيد اكيد. رامز، رامز يا ابني رد على ماما يا حبيبي. رامز رد على ماما يا رامز. لو سمحت يا بنتي. نعم. ابني من ساعة ما جينا لا فتح عينيه ولا حتى نطق. ينطق ايه يا حاج؟ ده ابنك واخد خبطة كبيرة قوي على راسه. ده مش بعيد يكون جاله ارتجاج في المخ. يعني ايه؟ مش هيصحى؟ ادعي له انت بس يا حاجة، وخدي الحاج واطلعي بره وسيبيه يشم نفسه ويفوق مع حاله كده. لا مش هنطلع بره ومش هسيب ابني. دي بقت سواقة. رامز، رامز
لا ولا يهمك. يا بابا لا يا بابا انا كويس ما تقلقش. خافش يا بابا انا بدور على علي. هو مره قال لي ان هو لما بيتضايق بيجي هنا. متخافش يا بابا متخافش انا كويسه ما تقلقش على علي. سيبني بقى ادور عليه اعمل معروف ما تقلقش خالص. مع السلامه. لا انا هروح لها. مش هينفع نفضل قاعدين هنا وسايبينها تلف في الشوارع لوحدها. عندك حق يا كمال، انا كمان قلقان عليها قوي. بس احنا ما نعرفش هي فين اصلا في مصر قديم. ولا هي تلاقيها تعرف، صوتها كان تعبان ربنا يستر. لما اقرب منها اتصل بيها توصف لي هي فين. لا استنى، ما تتعبش نفسك. انا اللي هروح لها. انا رايي انكم انتوا الاثنين تروحوا لها. انا هفضل قاعد هنا مستني يمكن ترجع وساعتها بتصل بيكم. ابو طمنوني عليها لو سمحت. الستر يا رب. 100 مره اقول لك يا عم توفيق ما تجيليش عند البيت، انت عارف ان ابويا ما بيرتاحلكش. لو كلمت عادل معايا هسيبك وامشي. والله العظيم ما اعرف الواد فين، والله العظيم ما اعرف. حسنا اخر مره شفته كان من 3 4 شهور وكنا قاعدين على القهوه، هو بص في تليفونه وانا بص في تليفوني، وروح مشي ومن ساعتها والله ما شفته. شكلك كده بتكذب عليا يا حماده. يوه بقول لك ايه يا عم توفيق، انت عايز تلت وتعجن وانا ما عنديش وقت وهطرد من الشغل بسببك. حل عند سمايه. خد بس يا شادي حماده يا ده اكلمك يا كده. ماشي ماشي يا حماده، انا ما اشوف خريطه. انا وراك وراك يا حسن، وراك وراك يا حسن. اكلمها تاني ممكن ترد. كنت متوقع ان فريد هيعرف يوصل لعلي زي ما عرف يوصل له المره اللي فاتت. علي خلى التليفون معاه بعد ما قفله المره اللي فاتت، بس المره دي اتخلص منه عشان ما حدش يوصل له. هو يعني فريد ما عندوش طريقه تانية؟ انت ليه متخيل ان فريد ممكن يكون عنده حل يساعدنا وما يقوليش علي؟ لاني اتوقع من فريد اي حاجه. وبصراحه بقى أنا مش عارف ثقتك الزيادة فيه دي مبنية على أي أساس؟ ده راجل كان معروف بسمعته السيئة لما كان في الخدمة. والله هو معايا في الشركة شايف شغله على أكمل وجه. وبعدين ما بتدخلش في اللي ما يخصوش. أيوة بس اللي حصل في الشركة بيقول عكس كده. أنا متأكد بقى إن هو اللي خطف حامد وبدير. لو أنت متأكد أوي ما بلغتش ليه؟ إذا كان حامد وبدير نفسهم ما يعرفوش مين اللي خطفه. طب لو معايا الدليل وبلغت انت هتعمل ايه؟ والله لو ثبت ان هو اللي ارتكب الجريمه اكيد مش هبقى معاه. انا لا يمكن اتستر على اي حد مهما كانت درجه قربه مني. هو صحيح لغايه دلوقتي مفيش دليل على فريد، بس في شبهه جنائيه. يعني كان المفروض حضرتك تفصله بعد اللي حصل منه. انت ازاي تتدخل في اداره الشركه؟ تفهم ايه انت في الحاجات دي؟ لو هتفتكر ان انت عشان ابن عم الهام ده يسمح لك ان انت تتدخل في حاجات ما تخصكش. الشركه دي بتاعت عمي وبنت عمي ومن حق ان انا اخاف على مصالحهم. والله يا عمك ما اختاركش انت تدير الشركه، اختارنا انا عشان بيثق فيا، وطول السنه اللي فاتت دي اثبت ان انا قد الثقه دي. ايوه بس اللي حصل في الشركه خلاني انا وعمي قلقانين. انت عايز ايه يا كمال بالظبط؟ ركز معانا كده ليه؟ ما تروح تشوف حياتك يا اخي، شوف مراتك وبنتك، هم أولى بالوقت ده. اسمع يا راجي، إلهام وعم محمود هم بس اللي من حقهم يطلبوا مني طلب زي ده. ألو. أيوة كمال باشا. الله ما ترسيني على الحوار يا باشا، ولا أنتوا حبست الواد وبتعملوا عليا نمر علشان معرفش؟ لو عندك حاجة جديدة قولها. طيب طيب هكلمك بعدين. ماشي ماشي يا كمال باشا، ما هي اخر كلمه الغز. بس اصبر عليا يا باشا، لازم اعرف الفوله فين. اصبر عليا. الله انت واقف متنح كده ليه؟ امشي قرب الوش.
شاطر حد يلحق حد يلحق. انا عارفه الاشكال دي بتتحدث علينا منين. الف سلام عليكم. حد يلحق الشنطه. الحمد لله متشكره قوي كتر الف خير. خلاص لحقتك يا مدام. متشكره قوي كتر خيرك. انتوا من هنا مش كده؟ اه. طب لو سمحت حد شاف الولد ده؟ لا والله. ده تايه ده ولا ايه؟ اه ده ابني وانا بدور عليه. ربنا يرجعه لك بالسلامه ان شاء الله يا حبيبي. حد شافه؟ ربنا يسامحك. لا والله ما خدش بالي. متشكره قوي. انا مش عارفه اقول لكم. مش محتاجه حاجه؟ لا كتر خيرك. خلي بالك من حاجتك. خدي بالك على نفسك يا مدام ولا ده الحرام كتير. ربنا يخليك. شكرا. ايوه يا كمال انا كويسه. ايوه بدور على علي. انا في شارع كده اسمه. حسك في الدنيا يا حبيبي. ربنا ما يحرمني من طلتك ابدا. انت بس قوم بالسلامه وانا هجيب لك فرقه طبل وزمر وخلي الحته كلها تحكي عن الليله دي. الحمد لله بابا عدل على خير. وبعدين طبل وزمر ايه يا بابا وانت معاك فلوس تروح؟ يا ولد يا ولد انت رديت فيا الروح يا حبيبي. ربنا يخليك يا بابا. ماما ما تاخدي بابا وتروحي عشان القعده دي مش حلوه. عشان طمني انا بقيت كويس. هو انت فاكر ان انا تعبان علشان قاعد جنبك؟ طب ده انا من ساعه ما قعدت جنبك وانا حاسس ان المرض خلاص راح مني خالص. حتى شوف اهو العب يالا ارقص يالا. ألف سلام عليك يا رمز. الله يسلمك. هو انت مين اللي قالك؟ طنط قالت لي. انا ما كانش ينفع يعني اعرف وما جيش. انت كويس؟ انا كويس. نسيت اعرفك. بابا ماما ساره زميلتي في الشغل. تشرفت بحضراتكم. تعيش يا بنتي. اهلا وسهلا. اجيب لك كرسي تقعدي. لا لا يا طنط زي ما انتي. انا كده همشي على طول يعني. انا قلت بس اجي اطمن على رامز يعني. فيك الخير يا حبيبتي. هو انت ايه اللي عمل فيك كده؟ كنت مع سواق صاحبي وننقل عفش. طلعوا علينا بلطجيه وقلبوا العربيه وضربوني. هو العفش كان غالي؟ لا يا بابا كان قديم. امال طلعوا عليكوا ليه؟ مش عارف يا بابا. هو كانوا ممكن يكونوا عايزين العربيه مثلا. بقول لكم ايه؟ سيبكم من السيره الوحشه دي. قدر ولطف. قولي لي بقى يا حبيبتي انت تعرفي رامز بقالك كتير؟ يعني من ساعه ما جه عندنا المشتل وكده. باسم الصليب عليكي. زي القمر يا رامز. طيب الف سلام عليك تاني يا استاذ رامز. انا همشي. لا لا خليكي معنا شوي. معلش يا طنط انا عندي خدمه في الكنيسه اصلي. فهبقى اكلمك بقى واطمن عليكوا كده. ها يا مع السلامة. ما تاخد ماما بابا وتروحها بابا عشان انت تستريح. بابا ايه؟ انت عجبت بيها ولا ايه؟ دي ماما واقفه. بس يا ولد يا ولد انا مستريح شويه عشان ارجع اكمل. العب يالا ارقص يالا العب يالا. الدواء ده بينيمني. انا مش هاخد الدواء ده. انا لازم افضل فايقه عشان ادور على ابني. يعني الطريقه اللي انت بتدوري بيها دي هتوصلنا لحاجه؟ راي عنده حق يا الهام. لولا ربنا ستر كان الحرامي ممكن ياذيكي. الله اعلم كان ايه اللي ممكن يحصل لو نفذت اللي في دماغك. وابني اللي احنا ما نعرفش هو فين؟ مش يمكن جرى له حاجه؟ هو انتوا ايه مش قلقانين عليه؟ قلقانين عليه طبعا. بس ده مش معناه ان انت تاذي نفسك وتعرضي حياتك للخطر. انت ما شفتيش حالتك كانت عامله ازاي لما جينا لك؟ ايه؟ عايزه صحتك تتدهور اكتر؟ ما دام ابني مش موجود يبقى ما فيش حاجه هتفرق. طب عشان خاطر يا حبيبتي خد الدواء. ما ينفعش توقفيه من غير الدكتور ما يقول لك. اهلا. عامل ايه؟
عامل ايه يا مروه؟ تمام. وشك عارف انك تمام؟ في ايه يا عم انت؟ عادي بقى افكر. مروه فين؟ مروه في البيت بقى، ما هي مش ناقصه وجع دماغ. انت ايه؟ ايه اخبار الموتوسيكل؟ زي الفل. ده حبي جديد. بجد؟ اه والله. طب ليه ما جيتش الجادرنج بتاعنا؟ هو كان نفسي جدا بس كنت مشغول شويه. ايه شغل؟ اه شغل وشويه حاجات كده على جنب. ايه حاجات ايه؟ اصل بصراحه كده داخل في علاقه مع واحده جديده. ايه ده؟ مش انت المفروض متجوز؟ متجوز ايه يا عم انت؟ انا ملياش في الجواز وعشان كده بصاحب ستات متجوزه. اتخضيت. لا عادي، انا عندي فكره عن الموضوع يعني. سمعت شويه تبريرات كده عن فكره البوي فريند اللي في حياه واحده متجوزه. بس مش مقتنع. مش فكره كده. الفكره ان الستات دول بيعتبروا ان دي مش خيانه. بيعتبروه بقى طريقه تساعدهم على ان هم يكملوا حياتهم الزوجيه اللي كلها مشاكل بقى. معاك حق. ما هم لو كانوا مبسوطين مع جوازهم ما كانوش عملوا كده. ما هم لو مش مبسوطين مع جوازهم كانوا طلبوا الطلاق. لا ما هو الطلاق برضه مش موضوع سهل كده، خاصة لو عندك ولاد. هو السهل يعني ان الست تروح تخون جوزها وتقنع نفسها انها ما بتعملش حاجة غلط؟ الستات اللي بتعمل كده دي لازم تتفضح قدام جوزها وعيالها. لا الموضوع مش كده قوي، شكلك كده مش فاهمه كويس. لا سوري مش هتعرف تقنعني بوجهة نظرك. لا انا مش عايز اقنعك، بالعكس انا احب اعرف انت بتفكر ازاي. الو يا بابا. ايه يعني هو لو رجعت يا بابا علي هيرجع؟ طب خلاص هو ماشي من ساعه وهرجع. باي بابا. ايه في حاجه ولا ايه؟ معالي اخويا سايب البيت مش موجود، فالدنيا مقلوبه شويه. وقف، دي اخبار مش كويسه. طب هو ساب البيت ليه؟ لعبك حصل، مش عايز اصدعك. يا عم تصدعني ايه بس؟ واحنا مش صحاب. يا اذا كان كده بقى استنى. طب عايز اتنين كمان. اه اون ذا روكس. يلا ابلع اللي في بقك عشان تاخد دي. خلاص ما هو لا عشان خاطري. خلاص ما هو مش قادر. عشان خاطري دي بس. الف هنا مطرح ما يسري يا حبيبي يمري. مسؤولية ماما. ايه رأيك فيها؟ ايه بقى؟ الفرخة؟ يا ماما انت فهمان يا ماما. سارة، ايه رأيك في سارة؟ يهمك بقى رأي امك؟ وانا ليا غيره؟ بصراحة زي القمر. يعني انوي اخدك انت وبابا واروح اتقدم؟ هو انا في ديك الساعة لما اشوف ابني عريس في الكوشة تقوم انت بس كده بالسلامة وانا هكلم ابوك ونروح نزوره. طب انتي تفتكر ان هو هيوافق؟ ما يوافقش ليه؟ هو في اب يكره يشوف ابنه عريس؟ ما تشيلش هم. خير. رامز عادل. آه في الاوضه دي، هتلاقيه في السرير اللي في النص قاعد مع ماما. شكرا. مساء الخير. ازيك يا رامز؟ اهلا وسهلا، مساء النور. انا عمرو خفاجي محاسب شركه دياب. الأستاذ بعتنا عشان أطمن عليك أولاً. ثانياً ما تحملش هم أي حاجة، ولا فلوس ولا أي حاجة، كل حاجة علينا إحنا. ده الكارت بتاعي. لو احتجت أي حاجة اتصل بيه فورا. ألف سلامة. شد حيلك. شركة دياب يا رامز؟ أنت مالك ومالهم يا ابني؟ ماما بابا حذرك بدل المرة 100 مرة مالكش دعوة بيهم. قولي يا رامز عملت ايه؟ ما تخبيش عليا يا ابني. عملت اللي كنت لازم اعمله من زمان. رحت لهم برجليك يا رامز؟ انت كنت عايزاني اسيبهم بعد اللي عملوه في ابويا؟ يا ابني دي سكة وحشة. ودي اخرة اللي انت عملته. اهو راقد مرمي في المستشفى. ولولا ستر ربنا كان زمانك. يا حبيبي أنا خايفة عليك،
دول ناس ما يعرفوش ربنا. وبعدين انت هتشيلني همك انت كمان؟ ما كفاية عليا هم ابوك. ايه ده؟ تعالي. ما تقلقيش يا ماما، انا عارف انا بعمل ايه ومخلي بالي كويس. مش عارفه اقول لك ايه يا ابني. وادينا ماما ما حدش يعرف اي حاجه عن الموضوع ده، ولا حتى بابا. ريحيني يا ماما، قولي ان مفيش حد هيعرف اي حاجه. اوعدنا انت الاول انك تبعد عن الناس دي. انا ماليش غيرك يا ابني. اوعدك. انا عارفه طبعا ان انا مقصره مع حضرتك، كان المفروض طبعا اسال اول ما عرفت اللي حصل، بس ما كنتش حابه ازعجك يعني، خصوصا ان انا كنت بطمن دايما على طنط الهام من لينا. لا يا حبيبتي، ما انتش مقصره ولا حاجه، الحمد لله ربنا معانا. بالعكس، ده انا اللي حاسس بقى ان انا مقصر معاكي. لا بسال عنك ولا اعرف انت رحت لحد فين في الشغل. هنروح فين بس من مهنه المتاعب؟ قدمت في كذا مكان وعملت كذا انترفيو، لقيت مجله كلمتني وقالوا لي انهم عايزيني معاهم. ابتديت معاهم شغل بقالي دلوقتي اسبوعين. طب الحمد لله، دي اخبار حلوه قوي. الحمد لله. تعالي نقعد بره. ماشي. مفيش اخبار جديده عن الشركه؟ يعني ما وصلتوش لحاجه في موضوع فريد؟ للاسف موضوع فريد ده باين عليه هيطول شويه. وبالنسبه للشركه الاخبار كانت عاديه خالص لحد من يومين. جماعه حراميه طلعوا على عربيه من عربيات الشركه وسرقوها. اول مره تحصل حادثه بالمنظر ده في الشركه. طب حضرتك مش شاكك في حاجة؟ حاجة واحدة؟ أنا داليا شاكك في حاجات كتيرة أوي. أنا جه في دماغي موضوع المادة اللي كانت طالعة في التقرير بتاع دكتور جمال. أنا كمان بفكر في نفس الحكاية. بتهيألي موضوع السرقة دي وراها فريد عشان يخفي المادة. طب حضرتك مستني إيه؟ مستني إلهام تخف بالسلامة، ساعة ما تعبت وأنا كمان تعبان جنبها. حاسس إني مش قادر أعمل حاجة لحد ما تقوم إن شاء الله. ما فيش اخبار عن علي؟ اقصد ان طنط الهام حالتها تتحسن بمجرد ما يرجع. الموضوع ده كمان قلقني قوي، انا فقدت الثقه اني الاقي علي خلاص. ومش عارف موضوع زي ده لما هيوصل لها هيكون رد فعلها ايه. يعني ايه تسيبيني اختار لوحدي؟ انا ما قلتش تختار لوحدك، انا حددت لك الاربع فيلا اللي عاجبني وقلت لك اختار منهم. ايوه انا مش بسالك انا هلبس قميص لونه ايه، انا بسالك على المكان اللي هنقضي فيه بقيه عمرنا، يعني المفروض تبقي مهتم اكتر من كده شويه. انا عارف ان الدنيا متلخبطه شويه اليومين دول، بس برضو ده ما يمنعش ان احنا ناخد خطوه في ترتيبات جوازنا. ما هو انت لازم يبقى ليك حياتك الخاصه بعيد عن عيلتك. هو انت فاكر ان بعد الجواز انا هقطع علاقتي بعيلتي ومش هيهمني اللي بيحصل لهم؟ انا عارف ان انت بتحبيهم ومتاثره بيهم وعايزه تطمني عليهم كلهم، بس انت فين من كل ده؟ ما هو لازم برضه تفكري في نفسك شوية. مش معقولة هتوقفي حياتك على أي مشكلة تحصل لحد منهم يعني. غصب عني. وأنا مش هضغط عليك أكتر من كده. وهسأل بابا برضه في الأربع فيلا اللي أنت اخترتيهم. وهبلغك قبل ما أخلص الإجراءات. بقول لك إيه؟ يلا نطلب التشيك. مفيش حاجة من اللي بتفكري فيها دي حصلت يا ماما، مفيش حد مننا عمل له حاجة. يا سلام، يعني عايز تفهمني إن هو صحي الصبح لم هدومه وخد بعضه ومشي كده من غير ما أي حاجة تزعله؟ أنا متأكدة إن أنتوا عملتوا له حاجة، بس أنتوا اللي مخبيين عليه ومش عايزين تقولوا لي. هو أنت ليه عايزة تشيلي الموضوع لحد مننا؟ ليه ما تقوليش إن ده قراره وإن هو نفذه من غير ما يهتم باللي هيحصل لك واللي هيحصل لنا؟ ليه؟ لأننا ببساطة مش فارقين معاه. ما تقولش كده على أخوك. أخوك بيحبنا زي ما إحنا بنحبه. بس أنا قلبي حاسس إن في حاجة حصلت أنتم مخبيينها عليا، وهو ده اللي خلاه يمشي. يمكن يا ماما. ماما ممكن تستريح شوية؟ هجيلك بكرة. التفاح اللي بنحبه بقى. ماليش نفسي يا فايزة. يا حبيبتي بالراحة على نفسك، ارمي حمولك على الله وهو إن شاء الله هيحلها من عنده.
طب والله العظيم انا قلبي حاسس ان احنا فجاه كده هنبص نلاقيه داخل علينا. يا رب. وانت ايه اللي جابك هنا؟ الله، ايه يا انسة؟ في ايه؟ الله، جاي اشوف ابني. قلت لك مش موجود، اتفضل امشي. اهل البيت بقى لما مؤاخذه يقول انه مش هنا امشي على طول. وبعدين انت ايه يعني اللي جابك ورايا؟ الله، انت بتراقبيني؟ وانا هرقبك ليه؟ ممكن تتفضل تمشي؟ الله، هو انا مضايق في ايه يا انسة؟ الله، انا قاعد عند بيتكم. استغفر الله العظيم. ما يكونش بيتكم صحيح. والله ليه لا؟ شكلك كده موزه اخر الاجه. كنيش قربتهم؟ كنيش يا بنت؟ لو ما مشيتش من هنا حالا هطلب لك البوليس. خلاص خلاص، استهدي بالله يا انسة، ما تزعليش نفسك. امشي انا اهو. في ايه؟ مين ده؟